بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. بكل الاحترام نحيي اتحاد القمه وبكل التواضع نسعد بالاهلي ابراهيم. اهلا بك يا باشمهندس اهلا بكم اعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في حلقه الاثنين من ملك وكتابه. الحلقة أعتقد جاية في توقيت كل الأهلوية سعداء الكل مبسوط الرباعيات الحمراء مستمرة والعلامة الكاملة كاملة الحمد لله ماتش قمة حفل